السلام عليكم. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. الإنسان زي كوباية المية كده، لو كوباية المية دي اتملت على آخرها مفيش أي مجال إنك تزود عليها نقطة تانية، وكذلك طلب العلم. إنما طول ما أنت شايف الكوباية بتاعت كوباية علمك ومعرفتك، كل ما أنت شايفها نصها فاضي أو حتى معظمها فاضي، طول ما هيبقى في مساحة إنك تملى الكوباية دي وتتعلم زيادة. إنما طول ما أنت أو اللحظة اللي أنت تصل فيها تفتكر إن أنت خلاص بقيت عارف كل حاجة، هي دي اللحظة اللي أنت بتجهل فيها كل حاجة، لأنك مفيش هتتقدم ومش هتتعلم أي شيء جديد. يبمن مفيش مرة في حياته قال إنه يعرف كل أسرار إيروين تشون، مفيش مرة قال كده، لدرجة إنه حتى لحد ما مات كان الناس بتقول له سيفو بس، مفيش حد ناداه بجراند ماستر ابدا، ولا هو طلب من حد انه يناديله بجراند ماستر. كلمه جراند ماستر دي ما طلعتش الا من يعني ناس لا يقارنوا بيه اصلا، طلعوا في السبعينيات بعد هو ما مات بقى ناس تسمي نفسها جراند ماستر. فالتواضع مهم جدا، والاستمرار في طلب العلم مهم جدا. وانا عن نفسي في اي وقت اقول لكم ان انا اعرف كل شيء عن الوينتشون، اعرفوا اني كذاب وما تتعلموش مني حاجه، على الرغم ان انا اتعلمت السيولم تاو تشامكي والبيوتي والودن دامي والعصايه والسكاكين الفراشه، يعني ما فيش فيها في الوينتشون فورمه ناقصه ان اتعلمها. اتعلمت كل حاجه في الفورمات والتشي ساو طبعا، انما مع ذلك وبعد السنين دي كلها من التعلم ما زلت شايف ان اللي انا لسه ما اعرفهوش اكتر من اللي انا اعرفه، رغم ان الجزء اللي انا اعرف الجزء الصغير اللي البسيط اللي انا اعرفه دوت لما قارنته بمستويات شفتها في مصر مثلا او في بلاد تانية، لقيت لا، ان يعني الحمد لله الواحد مستواه الجزء البسيط ده يعتبر كبير، انما الجزء اللي انا ما اعرفهوش مقارنة بما اعرفه، لا انا شايف ان لسه في حاجات كتيرة اوي ما اعرفهاش، وما زلت بتعلم، وما زلت على طول بتقابل مع صديق ليا، هو بعتبره السيهينج بتاع الاخ الاكبر ليا، اللي هو دايما يعلمني، لانه ده يعني مستودع وينج تشون حقيقة. ما شفتش ما قابلتش حد مركز في الوينج تشون زيه ويعرف في الوينج تشون زيه، ولذلك دايما بتعلم منه. لذلك الواحد دايما فاتح ذهنه للتعلم، انما في اللحظه اللي انا افتكر ان انا خلاص اتعلمت وان انا اصبحت خبير واعرف كل شيء، يبقى دي اللحظه اللي الواحد مش هيتعلم فيها اي شيء جديد. انا بقول كده ليه؟ يعني تعليقا على تعليق، وصلي على فيديو من الفيديوهات اللي انا حاططها عن اللي هو الفيديو اللي بقول فيها الكباتن اللي اتعلموا مني في مصر، فوصل لي تعليق بيقول يعني اخ محترم يعني بيقول انه يعرف كل اسرار الوينج تشون. فهو دي التعليق على الجمله دي، لان اول ما قريت كلمه اعرف كل اسرار الوينج تشون عرفت انه لا، ما يعرفش الا القليل. وفعلا لما اطلعت على فيديوهات اللي حاططها على القناه بتاعته، لا لقيت ان فعلا يعرف الفورمات اوكي، بس بمدرسه تانية غير مدرسه تيبمان، يعرف الفورمات، إنما المستوى التشيساو بتاعه مستوى يعني أقل من المبتدئ. التشيساو يا جماعة مش إيد طالعة وإيد نازلة، التشيساو مش كده وخلاص. ده دي يعني أنت كأن جاي بتطلب مني أعلمك لغة إنجليزية، فأنا بقول لك A B C D وبعلمك الألفابت الأبجدية. لا، دي مجرد الأبجدية، الإيد اللي طالعة والنازلة دي مجرد أبجدية التي ساو. أنا أعلمها لكم من دلوقتي أهي، الإيد اليمين من بونج ساو تنزل لتان ساو، ومن تان ساو تطلع على بونج ساو، والإيد الشمال على طول فوق ساو طالعة نازلة، فإيد طالعة ودي وإيد نازلة، بس خلاص هو ده التي ساو. لو أنتوا فاكرين إن هو ده كده التي ساو، فأنتوا كده خلاص اتعلمتوه. كده طبعا اي حد ممكن يقول انه اصبح انه خبير في الوينج تشون، ودي من الحاجات على فكره اللي يعني بتحجمني ان انا انزل
دروس عملية في الوينج تشون، لأن في ناس كثيرة ممتلئة بالأنا وبالنفس، ومجرد إنه يعلم نفسه جزء بسيط من على النت أو يتعلم جزء بسيط أوي بيظن إن هو خلاص أحيط بما لم يحط به الأولون، وإن هو خلاص أصبح يعرف كل شيء. لا، دي كده مجرد مدخل التشي ساو، ده كده مدخل التشي ساو، المدخل. أنا كأني بفتح لك الباب إنك تدخل قصر. القصر ده بقى، ده أنت محتاج سنين بقى تقعد تتفرج على القصر وتتجول فيه، محتاج سنين وسنين، محتاج طول عمرك عشان تتفرج على القصر ده. هي بالظبط كده، وده بيبان في اللعب. لما أنا مجرد بالنظر كده أعرف على طول إن ده مبتدئ ولا أعرف. فالغرض من الفيديو ده عشان ما كترش في الكلام، يعني إن هو التواضع، وإن الإنسان يتواضع، وإنه يستمر في التعلم، ولا يدعي أبدا إنه يعرف كل شيء. اللحظة اللي أنت تدعي فيها إنك عرفت كل شيء هي اللحظة التي جهلت فيها كل شيء. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. أنا ممكن جدا إن أعرض الفيديوهات، بعض الفيديوهات اللي أنا بجدها على النت، وأشرح لكم الأخطاء اللي فيها، وهتكون حلقة علم مفيدة جدا، هتتعلموا منها كتير. أشرح لكم الأخطاء اللي في اللي يعني أخطاء يعني كتيرة جدا. ف يعني نحتاج إلى مزيد من التواضع ومزيد من طلب العلم. السلام عليكم.